نرجع تاني مع بعض ونروح للدكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعبين ووكيل اللاعب محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك اللي لسه ما جاش التليفون. طيب دكتور سالم محمد سالم، ان في قصه ملعبكه كده بالنسبه لمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم كان المفروض اتباع للنادي ماريتيمو البرتغالي ب 400,000 يورو، الزمالك ما خدش الفلوس دي وجابه من النادي البرتغالي مقابل 500,000 يورو، يعني الزمالك متحمل كده في القصه 500,000 يورو وما خدش ال 400,000 يورو انه كان المفروض ياخدهم من نادي ماريتيمو. فانا عايز اعرف ازاي، يعني عايز اعرف الصفقه دي تمت ازاي بالشكل ده. فهنكون معانا دكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعب محمد ابراهيم. طيب عقبال ما يجهز التليفون معانا. طيب دكتور سالم ازاي حضرتك؟ يا دكتور سالم. يا كابتن كريم بسمعك. ازيك يا دكتور سالم، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، كله زي الفل ماشي الحال. الله يخليك، انت تمام وكل الامور تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عايز افهم اللعبكه بتاعت محمد ابراهيم، يعني محمد ابراهيم المفروض كان هيدفع فيه 400,000 يورو من نادي ماريتيمو البرتغالي، وبعدين قالوا لي ان محمد ابراهيم جه من نادي ماريتيمو البرتغالي ب 500,000 يورو والزمالك ما خدش 400,000 يورو اللي في الاول، فهم لي القصه دي. بص يا كابتن كريم، انت عارف طبعا انه كان ماريتيمو اشترى محمد ابراهيم ب 400,000 كان يستحقه على اثار. تمام؟ فطبعا لما حصل المشكله ما بين اللعيب وبين النادي ورجع مصر وحب انه يرجع نادي الزمالك، فهو اللاعب كان طبعا في حوزه ماريتيمو. ايوه، اصبح لعيب بموجب العقد اللي بين الزمالك وماريتيمو انه لعيب في ماريتيمو. تمام. فكان لابد من مفاوضات لانتقال اللاعب من ماريتيمو للزمالك. حلو. فالمفاوضات اسفرت على ان نادي الزمالك ما كانش لسه خد الاقساط المستحق على ماريتيمو، ان هو يتنازل عن المبلغ ويدفع مبلغ اضافي عشان يخلص اللعيب. المبلغ الاضافي كام بقى؟ 100,000 يورو؟ لا اكتر من كده بشويه. كام؟ يعني انت عارف الحاجات دي بيبقى لا عادي ما فيهاش حاجه، انا عادي، ما احنا هنعرف بس عشان نبقى عارفين، عشان يتقال لي 500,000 يورو قلت لا يمكن. لا صح صح صح، 500,000 يورو؟ يعني الزمالك ما خدش ال 400 ودفع 500 عشان يجيب محمد ابراهيم؟ هو بتعهد بقى ان الفلوس دي يعني اللعيب هيشيل جزء منها كبير. وعلى اقساط متفق عليها يعني. عشان نحل المشكله اللي كانت بينه وبين مريض. هيشيل جزء كبير على 5 سنين تخصمه من عقده صح؟ ان شاء الله. هيتحمل كام من ال 500 دول يا دكتور سالم محمد ابراهيم؟ والله دي لسه اتفاق ما بين الزمالك وبين اللعبة. انا سامع ان هو هيتحملهم كلهم. بص يا كابتن كريم، هو طبعا انت طلع اللي عندك يا دكتور سالم، ما تخبيش عليا، بص المعلومات عندي فطلع عشان ايه نبقى أنا حبيبك متفقين. لا بص يا كابتن، بس هو الصوت مش واضح شويه، مش عارف كده سامعني كويس؟ سامع حضرتك كويس. هو بص يا كابتن، بالنسبه للاتفاق اللي كان بين النادي الزمالك وماريتيمو، ده عقد بموجبه الزمالك خلص اللعيب مع اتفاق ما بين اللعيب والنادي على تحمل جزء من المبلغ. لان قبل كده كان في اتفاقات على ان المبلغ يبقى اقل من كده بكتير، وبعدين مفاوضات اسفرت على ان المبلغ كبر. ففي الحته دي في مفاوضات ما بين الزمالك واللاعب على تحمل المبلغ اللي هو الفرق ده من عقد اللاعب السنوي. يعني كان في النهارده جلسه ما بين محمد واعضاء مجلس الاداره، كابتن احمد سليمان وكابتن هاني الزاده ومهندس هاني الزاده وكابتن احمد مرتضى. ويعني كان في مناقشات في الامور الماديه الخاصه باللعيب، لان اللعيب انت عارف انه في الفتره اللي فاتت كان جاله عقد العروبه السعودي. وكنا تقريبا وقعنا عقد ما بيننا وبين العروبه، ولكن تأخر انتقال اللاعب من ماريتيمو للزمالك واصرار العروبه على انه يبقى متواجد في التمرين، ف
فده ادى لفشل الانتقال. بعديها اما جه اللاعب ينتقل من ماريتمو للزمالك كنا اتفقنا مع الاتحاد السكندري على انه انت عارف انه لا يحق للزمالك انه يؤيد اللعيب في القائمه المحليه عشان قائمته مقفوله. فطبعا للاسف الشديد مش عارف يعني الاتحاد المصري لكره القدم عنده قوانين خاصه يعني فقال لك احنا انا مش سامع حاجه يا جماعه، الصوت راح، التليفون قطع. طيب يعني موضوع غريب قوي بصراحه يا جماعه، بس هو طبعا اللي بيتحمله محمد ابراهيم ان محمد ابراهيم ما كملش عقده مع نادي ماريتمو البرتغالي ونزل مصر، فكان مفروض النادي البرتغالي هيدفع للزمالك، نادي ماريتمو هيدفع للزمالك 400,000 يورو على اقساط، وكان بدايتها في شهر 5 اللي جاي زي ما احنا كنا قلنا القصه دي قبل كده. فلما محمد ابراهيم رجع وما كملش العقد فخلاص هو في قوه نادي ماريتمو هو اللي يتحكم بقى، قال لك خلاص انا مش هدفع الفلوس اللي كنت المفروض ادفعها لنادي الزمالك وعايز 500,000 يورو عشان اسيب لكم محمد ابراهيم. فنادي الزمالك قال لمحمد ابراهيم طب انا ما اقدرش ادفع 500,000 يورو، انا المعلومات عندي بس عايز اسمعها من وكيل اللاعب عشان ابقى مؤكده يعني. فمحمد ابراهيم قال لهم انا هتحمل، بس هم كان محمد ابراهيم كان فاكر نادي ماريتمو البرتغالي هياخد 200,000 يورو مش 500، 200,000 يورو عشان يسيب محمد ابراهيم. المهم الموضوع وصل لغايه 500,000 يورو، 500,000 يورو دول يعني حوالي 4.5 مليون. فاتفقوا الزمالك اتفق مع محمد ابراهيم ان هم هيدفعوا الفلوس وان محمد ابراهيم يمضي مع الزمالك 5 سنين والفلوس دي ال 4.5 مليون دول يتخصموا من محمد ابراهيم من عقده من المبالغ اللي هياخدها على ال5 سنين القادمين اللي هو هيلعبهم مع نادي الزمالك. النهارده كان المفروض محمد ابراهيم يمضي العقد وبكره ما مضاش النهارده، وبكره في جلسه ثانيه وهيمضي العقد ثاني مع نادي الزمالك بكره وهيتخصم المبلغ ده 4.5 مليون على 5 سنين من محمد ابراهيم. رجع لنا ثاني دكتور سالم محمد سالم وكيل محمد ابراهيم، اتفضل يا دكتور سالم. انا كابتن، فبقول لحضرتك هو طبعا كان في اتفاق لان محمد ينتقل ال6 شهور دول في الاتحاد السكندري، ولكن طبعا ما قدرناش نأيده لاعتراض الاتحاد المصري على قيد اللعيب في مصر، مش عارف كان ليه السبب. بقول لك ايه يا دكتور سالم، دكتور سالم على فكره نعم الغلطه نعم غلطه محمد ابراهيم عشان هو رجع وما كملش عقده هناك فيتحمل الاخطاء اللي هو عملها. ما اختلفناش انه طبعا كان في وانت كنا بنتكلم انا وانت متفق معايا في الكلام ده، بس انت طبعا كوكيل لمحمد بتحاول تحافظ على حقوقه وبتحاول يعني تخلي الامور بالنسبه له افضل ان شاء الله باذن الله. محمد يعني محمد الامور ان شاء الله زي ما انت محمد ما مضاش ليه النهارده؟ اتفضل. انت عارف حضرتك يا كابتن كريم يعني الجلسه المبدئيه بتبقى جلسه تعرف على وجهات النظر والتقديم العروض الماليه واخد بال حضرتك ومناقشات في بعض التفاصيل، بعد كده بتبقى بنوصل لاتفاق ان شاء الله. وانت عارف ان يا محمد ابن الزمالك والامور ان شاء الله ما فيهاش اي عوائق، لكن في بعض التفاصيل الماليه بنوصل ليها ان شاء الله. ما انا عارف التفاصيل، العقد السنه الاولى ب 2 مليون و200,000 جنيه مصري وكل سنه هتزيد 300,000 جنيه في ال5 سنين. والله ما اقدرش اقول لك ايوه ولا لا. ايوه التفاصيل معايا ما تقلقش. طيب والزمالك اللي هيتحمل الضرائب ان في مبلغ هيتخصم من محمد كل سنه عشان ال 500,000 يورو بتوع نادي ماريتمو البرتغالي. طيب بالنسبه لشيكابالا عندك اي معلومات عن شيكابالا يا دكتور سالم؟ ومشكلته مع سبورتنج لشبونه؟ راح فين دكتور سالم؟ قفل تاني ولا الخط اتقطع؟ دكتور سالم اصله ساكن في الشرقيه وفي حته الارسال فيها مش كويس فالارسال بيقطع معاه. طيب يعني ده بالنسبه لمحمد ابراهيم، قلنا لكم القصه بالكامل بالنسبه لمحمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك والخطا على محمد بصراحه، يعني الخطا على محمد ان محمد يعني خد قرار مفاجئ كده ان هو مش عايز يكمل ونزل وساب الفرقه هناك، فبالتالي الانديه في اوروبا ما بتهركش ازاي؟ انت ما التزمتش معايا انا مش هلتزم، كان في 400,000 يورو المفروض يتدفعوا لنادي الزمالك، الزمالك ما خدهمش، وبالاضافه الى 500,000 يورو هيتباع بقى منهم هيتباع بيهم محمد ابراهيم لنادي الزمالك الثاني لمره ثانيه، وكده محمد ابراهيم بيرجع لنادي الزمالك وهيمضي على العقد لمده 5 سنوات مع نادي الزمالك، وزي ما قلت لكم هياخد في الموسم 2 مليون و200,000 جنيه، وكل سنه محمد ابراهيم هيزيد 300,000 ولكن هيتخصم منه مبلغ كبير
كل سنة محمد إبراهيم من عقده عشان يوازي ال 500 ألف يورو اللي هم هيدفعوا النادي ماريتمو البرتغالي عشان محمد إبراهيم أو الناس هناك تديله الاستغناء بتاعته. دكتور سالم ازاي حضرتك؟ انت بتروح الحمد لله كابتن مع حضرتك. بتروح فين يا دكتور سالم؟ التليفون بيقطع كل شويه ليه؟ والله الشبكه من عندكم قريب. طيب ماشي. بقول لك عندك معلومات عن موضوع شيكابالا مع سبورتنج لشبونه؟ لا والله انت عارف انا مش وكيل شيكابالا فما يعني الموضوع بعيد عني شويه. في يعني بس في كلام اتقال قدامك النهارده بالنسبه لشيكابالا ان نادي سبورتنج لشبونه عايز 750 الف دولار عشان يسيب شيكابالا والزمالك مستعد يدفع 400 الف دولار. ده يعني برضه حتى لو كلام اتقال قدامي ما اقدرش اتكلم فيه. طيب ماشي. يعني ما اعرفش تفاصيل الموضوع بصراحه كده. اوكي ماشي بشكرك شكرا جزيلا دكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعبين. الله يخليك بشكرك شكرا جزيلا دكتور سالم محمد سالم. بالنسبه لموضوع شيكابالا نادي سبورتنج لشبونه عايز 750 الف دولار عشان يسيب شيكابالا لان في بعض العقوبات الماليه على شيكابالا بسبب تغيبه. الزمالك يعني واقف عرضه عند 400 الف دولار عشان يسترد شيكابالا في الموسم القادم ان شاء الله. وطبعا كل ده يعني تفكير سيء من لاعبتنا المصريه اللي بتروح وما بتلتزمش وبالتالي بيبقى في يعني مشاكل بتواجه اللاعبين. وخلي بالكوا سبورتنج لشبونه مقدم شكوى للفيفا في شيكابالا ان هو ما بيجيش التمرين ومتغيب وقاعد في مصر وما بيجيش وبيستند يعني نادي سبورتنج لشبونه بيستند في شكوته للفيفا ان شيكابالا عمل نفس القصه مع نادي باوك اليوناني قبل كده. فممكن يكون كمان في غرامه على شيكابالا من الاتحاد الدولي. يعني اتنين لعيبه مميزين جدا شيكابالا محمد ابراهيم اتنين من المواهب المميزه جدا ولكن يعني ممكن محمد ابراهيم صغير لسه قدامه العمر اكبر من شيكابالا. شيكابالا بدا يخش في 28 سنه فاتمنى ان شيكابالا يحل مشاكله يسافر البرتغال يحاول يظبط اموره عشان ما تاثرش عليه في الموسم اللي جاي كمان. ان شيكابالا مش هنقعد بقى كل شويه شيكابالا قاعد في البيت شيكابالا ما يتمرنش. نتمنى ان شيكابالا نشوفه في الملعب ان كل ما بيبعد عن الملعب وسنه بيكبر والامور بتبقى اصعب بالنسبه لشيكابالا رغم ان هو من احرف يمكن احرف لعيب في مصر ولكن بعيد عن الملعب بقاله سنتين ثلاثه ودي مشكله كبيره بتواجه شيكابالا. اتمنى محمد ابراهيم بقى يركز شوف هو عايز ايه في الفتره الجايه. هيقعد في نادي الزمالك لمده 5 سنين طبعا ما عرفش يتأيد في الزمالك في الفتره الحاليه ان الزمالك قافل قائمته وبالتالي لازم هيتأيد او هيلعب مع نادي الزمالك بدايه من الموسم القادم اللي هو موسم 2015-2016 بعد ما الموسم ده يخلص ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نكمل بالمره ده مدخلنا في اخبار الزمالك نكمل اخبار الزمالك. الزمالك النهارده لعب مباراه وديه المباراه الوديه الاولى لفيريرا المدير الفني الجديد البرتغالي لنادي الزمالك. لعب امام نادي غزاله بطل جنوب السودان اللي هيلعب قدام نادي بتروجيت يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله في بطوله الكونفدراليه. والزمالك قدر يفوز النهارده 2-0 هدفين لايمن حفني واحمد علي. الزمالك النهارده بدا الشوط الاول بتشكيل احمد الشناوي في حراسه المرمى اثنين مساكين علي جبر واحمد ديودار حازم امام ناحيه اليمين حماده طلبه ناحيه الشمال في نص الملعب ابراهيم صلاح واحمد توفيق وقدامه ثلاثه احمد عيد عبد الملك ايمن حفني معروف يوسف لاعب بمهاجم واحد وهو باسم مرسي. في الشوط الثاني عمل تشكيل مختلف تماما مستر فيريرا وادى الفرصه النهارده لمجموعه كبيره جدا من اللاعبين. لاعب جنش في حراسه المرمى لاعب محمد كوفي واسلام جمال في قلب الدفاع رضا العزب ناحيه اليمين صالح موسى ناحيه الشمال في نص الملعب لعب بطارق حامد ومحمد شعبان ومحمد خليفه احد اللاعبين الشباب في نادي الزمالك وقدامهم لعب بثلاثه بقى مهاجمين غير السيستم خالص. في الشوط الثاني لعب بعبد الله سيسي وخالد قمر واحمد علي وفي نص الشوط لعب محمد عبد المجيد مكان محمد خليفه ولعب يوسف اوباما مكان رضا العزب. وزي ما قلت لكم الزمالك كسب 2-0 من خلال ايمن حفني واحمد علي. الزمالك عنده بعض اللقاءات الوديه في الفتره القادمه وبعدين هيسافر الى الجونه ان شاء الله يوم 8 مارس عشان يعمل معسكر هناك استعدادا لمباراته الاولى في الكونفدراليه باذن الله يوم 13 مارس باذن الله. طيب ده بالنسبه لنادي الزمالك نكمل اخبارنا مع الزمالك. النهارده محمد شعبان اتخبط كده كدمه في المباراه وهتبعده عن التدريب لمده 48 ساعه. فيريرا يرفض بيع احمد توفيق لنادي الشباب السعودي رغم موافقه المجلس الزمالك يعني جاي عرض كده لاحمد توفيق السنه الجايه ان هو يتباع لنادي الشباب السعودي. وزاره الشباب والرياضه ترفض طلب الزمالك بشطب رؤوف جاسر رئيس الزمالك السابق. فيريرا النهارده سجل مباراه الزمالك مع غزاله عشان يعرف اخطاء اللاعبين وعنده واحد
يعني متخصص في الجهاز جايبه معاه من البرتغال بيحلل اداء اللاعبين وتحركاتهم. ده بالنسبه للزمالك النهارده برضه او امبارح حصل اقاله للكابتن عصام عبد الحميد مدرب فريق كره السله في نادي الزمالك بعد 3 خسائر متتاليه في دوري سوبر السله. كان خسر من الجزيره ومن الاهلي ومن الاتحاد، فتم اقاله الكابتن عصام عبد الحميد وتعيين الكابتن فتحي شحاته اللي هيكون المدير الفني لكره السله او فريق السله في نادي الزمالك. سمع كده ان في استياء من رئيس نادي الزمالك ضد المهندس هاني زاده عضو مجلس الاداره. يعني لما رحله البرتغال الاخرانيه لما المهندس هاني زاده راح عشان يخلص مع فيريرا، فيريرا كان موافق على 40,000 دولار ان يعني يكون راتبه 40,000 دولار، ولكن من خلال وكيل الفيريرا وكيل المدرب فيريرا مع المهندس هاني زاده اتكلموا ان فيريرا لا هياخد 48,000. وبالتالي لما رجع المهندس هاني زاده الى القاهره عرض على مجلس اداره الزمالك 48,000 دولار مرتب فيريرا، فالزمالك وافق. فيعني كان في استياء ان هو الراجل كان ممكن يوافق ب 40، وانه بعد قعده الوكيل مع المهندس هاني زاده في البرتغال بقت 48، ففي استياء من المهندس هاني زاده. وخلي بالكوا هتلاقي المسؤولين بيطلعوا ينفوا الكلام، لكن انا بقول لكم حاجات بتحصل من داخل مجلس اداره نادي الزمالك، ماليش دعوه اللي ينفي ينفي، لكن انا بقول لكم اللي حصل بالظبط. والكلام ده بيقوله اعضاء مجلس الاداره يعني في الزمالك. طيب تعالوا نروح لاخبار الاهلي. عضله السمانه بتبعد عبد الله السعيد عن الاهلي لمده 3 اسابيع، عنده شد في عضله السمانه فهيبعد 3 اسابيع بشكل كبير، مش هيلحق المباراه اللي جايه عبد الله السعيد في دوري ابطال افريقيا في منتصف مارس. نفس القصه بالنسبه لحسام غالي، برده عنده جزع في الرباط الداخلي للركبه، عايز برده حوالي 3 اسابيع. يعني بيحاول الجهاز الطبي ان هو يشتغل اكتر مع عبد الله السعيد، ممكن يلحق الماتش، عنده ماتش مع الفائز من نادي بطل رواندا الجيش الرواندي اعتقد ونادي مكولمانا بطل موزمبيق احد ايام 13 14 15، والمباراه دي هتكون خارج مصر يا اما في رواندا يا اما في موزمبيق حسب الفريق اللي هيكسب. الاهلي يطالب الجبلاه بمراعاه القيد الافريقي في خطاب رسمي. طيب يعني احنا قلنا يعني ان شاء الله النادي الاهلي والانديه المصريه الزمالك وكل الانديه المشاركه في افريقيا ما تضغطش قوي على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره اكيد هيلاقي مخرج لموضوع القيد الافريقي والامور هتمشي ان شاء الله. رمضان صبحي بيخطر النادي الاهلي بعرض بنفيكا البرتغالي، بيقول ان في ناس مسؤولين من نادي بنفيكا البرتغالي هيوصلوا للنادي الاهلي خلال ايام عشان يتفاوضوا على شرائه في الموسم القادم لنادي بنفيكا البرتغالي. زي ما قلت لكم برده قبل كده عندي معلومات ان رمضان صبحي جاي له عرض من نادي انجليزي في الدوري الممتاز، ولكن هو معرض للهبوط. نادي بيلعب في الدوري الانجليزي معرض للهبوط، عايزين رمضان صبحي في الموسم القادم، بس عايزين رمضان صبحي ينزل فتره اختبار لمده اسبوع مع الفريق الانجليزي. لكن النادي الاهلي في تصريحاته كلها بيقول ان انا مش هستغنى عن اي لعيب في الفتره القادمه، وهو النادي الاهلي بيحاول يعمل فرقه فمش هيقدر يستغنى عن اللعيبه الصغيره اللي طالعه زي رمضان صبحي زي تريزيجيه، اللعيبه دي بقت مهمه داخل صفوف النادي الاهلي. الطبيب الالماني ايم هوف اللي المشرف على علاج محمد ناجي جده بيحذر جده من المشاركه في التدريبات الجماعيه او اللقاءات قبل 30 يوم، يعني بيقول له خليك شهر لغايه ما رجلك او ركبتك تبقى افضل، ان كان في شويه التهابات وشويه الام لمحمد ناجي جده في الفتره الاخيره. ان شاء الله نتمنى لجده السلامه والعوده في الفتره القادمه. دي اخبار النادي الاهلي، اخبار يعني مفيش اخبار كتير، اخبار كلها اليومين دول على المنتخب المصري والمنتخب الاولمبي واتحاد الكره المصري، ان في احداث كتير. طيب نروح لاحمد سمير وكيل اللاعب شوقي السعيد لاعب النادي الاسماعيلي، برضه شايف في مشكله كده في تجديد شوقي السعيد مع النادي الاسماعيلي ومش عايز يجدد، فنعرف ايه المشاكل اللي بتواجه شوقي السعيد في تجديده مع النادي الاسماعيلي من خلال وكيل اعماله احمد سمير. ازيك يا ابو حميد؟ السلام عليكم. ازيك يا كابتن كريم؟ عليكم السلام، اخبارك ايه؟ تمام يا كابتن كريم حبيبي. يا كابتن اخبارك ايه؟ الله يخليك يا احمد، انت كويس؟ تمام يا كابتن كريم الحمد لله. طيب قول لي ايه قصه شوقي السعيد والتجديد مع النادي الاسماعيلي؟ هو شوقي السعيد ان شاء الله يعني الموضوع كله ماشي في طريق ان هو هيجدد، وان هو رغبته الاولى والاخيره ان هو يجدد النادي الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي صاحب فضل عليه، وان هو صاحب برضه الاضافه القويه لمستوى شوقي في الفتره دي والطفره اللي فيها، وانه راح منتخب مصر والراجل ما بينكرش الجميل يعني. تمام. فعنده التجديد للنادي الاسماعيلي ثم النادي الاسماعيلي، وما عندوش مشكله يعني، وهو كمان منتظم في التدريبات وفي الماتشات الوديه، حتى كابتن طارق يحيى بيشيد بيه يعني بعد ما. طب فين المشكله طيب؟ ما فيش اي مشكله يا كابتن كريم، ما فيش اي حاجه. اه
مول شوقي الفترة اللي فاتت كان عامل مشاكل وبيقول لك أنا مش هتمرن، أنا ما يعني عندي عروض، أنا همشي، الفلوس مش عجباني، الكلام ده اتقال الفترة اللي فاتت. لا 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 لا، هو ما كانش فيه حاجه من كده يعني. هو المشكله كان فيه سوء تفاهم ايام مستر ريكاردو، لان هو والده كان عامل عمليه. تمام. لو حضرتك تعلم بالموضوع كان عامل ده. ازاي ده باين صح؟ الموضوع ده لا مش شوقي، شوقي والد شوقي عمل عمليه في فتره كده، وكان فيه ماتشات الدوري كان تقريبا قبل ماتش الاتحاد. تمام. فالموضوع ده اتفهم عند البعض غلط، ان هو شوقي يعني بيضغط على النادي عشان موضوع ان هو ليه فلوس او مستحقات او كده. انما شوقي تفاهم الموضوع مع الحاج محمد، وحصل الجلسه بينه وبين الحاج محمد، والموضوع ومشي بشكل ودي، وشوقي انتظم لغايه لما جات له الدروب اللي هو بتاع العمليه ده. ايوه. والحمد لله قام بالسلامه ورجع التمرين وبتمرن، وحتى هو خلال الفتره اللي جايه كده ان شاء الله يعني. طيب هيبقى في فين المشكله برضه يا احمد؟ يعني اسماعيل ان شوقي هيجدد يعني. فين المشكله؟ يعني مش عايز يجدد ليه؟ فين المشكله برضه؟ انا مش قادر، انت مش قادر تقول لي فين المشكله وانا عارف الفتره اللي فاتت كان في مشكله. لا 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 لا، هو دلوقتي شوقي لاعب مرتبط بالنادي الاسماعيلي. تمام يا كابتن كريم. وعقده، انت تعلم ان عقده ان شاء الله السنه الجايه في شرط جزائي 1,000,000 جنيه ويبقى فري. تمام. والحاج محمد الفتره اللي فاتت دي اتكلم شوقي وقال له ان شاء الله بعد موضوع جون انتوني ده يخلص، بس في الموضوع عارف النادي الاسماعيلي دايما بيبقى فيه مشاكل ماديه وكده، والحاج محمد يعني ربنا يكون في عونه هو المصدر المادي الوحيد للنادي الاسماعيلي. تمام. يعني لما يتعرض عليه الفتره الجايه هيجدد ولا في مشكله؟ لا شوقي ما عندوش مشكله خالص. طيب هو شوقي لو في تقدير مادي هيجدد، يعني لو في تقدير مادي ليه، لان برضه شوقي ضحى كتير عشان يجي النادي الاسماعيلي وكده، لو في تقدير مادي الراجل ما عندوش مشكله في التجديد يعني. تمام. رغم ان هو في عروض كتير جايه له من بره، بس هتبقى برضه هيجدد للنادي ويطلع بره زي كابتن حسني كده برضه، لان شوقي بقى بيعتبر نفسه ان هو برضه حاجه كويسه في النادي الاسماعيلي وعايز يفيد النادي اللي صنع نجوميته برضه يعني. تمام. انت ليك علاقه بعمرو السوليه كوكيل ولا لا؟ لا لا، انا عمري كصديق مش اكتر يعني. تمام. طيب بشكرك شكرا جزيلا احمد سمير وكيل اللاعب شوقي السعيد، والكلام وردي وحلو قوي لكن في التنفيذ لسه. قال برضو جمله مهمه احمد سمير، ان التقدير المادي وان شوقي جاي له عروض خارجيه كتير. طيب خلينا نشوف لما يحصل ايه مفاوضات في الفتره القادمه. الجونه فازت النهارده على حرس الحدود 1-0 مباراه وديه بهدف عبد الفتاح الاغا لاعب نادي الجونه. انتوا عارفين عبد الفتاح الاغا كان انتقل اعاره من نادي وادي دجله الى الجونه. المصري بكره هيلعب اولى لقاءاته الوديه مع فرقه من القسم الثاني، ما تحددش الاسم لسه لغايه دلوقتي، لكن المصري هيبدا تدريباته او لقاءاته الوديه بكره. النهارده المقاولين العرب كان بيلعب مباراه مع الرجاء في استاد المقاولين، والمباراه انتهت 1-1 مباراه وديه برضو. بيحاول كابتن حسن شحاته وكابتن سمير كمونه المديرين الفنيين للمقاولين والرجاء يجهزوا لاعبتهم لعوده الدوري. هنشوف تقرير عن مباراة المقاولين والرجاء والتعادل 1-1 النهارده في استاد المقاولين العرب. وراك يا محمد يا شريف.
والله انا شايف ان شاء الله الامور بخير لينا. احنا كمقاولين الحمد لله التوقف اللي فات مع كابتن حسن يمكن الفرقه الوحيده الحمد لله اللي كسبنا 4 ماتشات من 5 ماتشات وكسبنا ماتش الكاس يعني حوالي جبنا 15 نقطه في التوقف اللي فات، فاتمنى من ربنا يكون التوقف ده برضه خير لينا. الحمد لله الكابتن حسن يعني احنا بنعمل اللي علينا وزياده، احنا الحمد لله عاملين ماتشات وديه، هو بس احنا في اول اسبوع كابتن حسن ما رضيش يعمل ماتشات حدادا على ارواح الشهداء يعني اللي حصل في ماتش الزمالك، لغى كل الماتشات اللي كنا عاملينها، والحمد لله بدانا من ماتش المنصوره وعندنا ماتش الرجاء وماتش الاسماعيلي وفي ماتش تاني دوري ممتاز في اخر الاسبوع، وعاملين ماتش انبي الاسبوع اللي بعده والداخليه، يعني عاملين ماتشات كويسه قوي على اساس ان شاء الله نخش باذن الله نبقى واقفين على رجلين. انت عارف فتره كبيره يعني دخلنا في شهر، انا يعني الماتشات الدوري الممتاز على ما تبدا في شهر يعني توقف، فلازم تبقى مستفيد كويس قوي الماتشات الوديه، موقف لعيبتك كويس قوي، وان شاء الله المصابين يرجعوا. يعني عندنا الحمد لله محمد فضل رجع ومحمد سوستا رجع ومحمد محسن رجع، باستثناء في 2 لسه مصابين محمد سالم ومحمد طاهر، فان شاء الله باذن الله على بدايه الدوري كده كمان اسبوعين يكون كله جهزنا ان شاء الله، ويبقى بس شريف علاء هو اللي واخد الموقوف على دخول الدوري ان شاء الله. ما فيش شك ان الواحد مبسوط اولا ان عوده الدوري ان شاء الله يوم 20، ف عدم الميعاد محدد ان انت تراجع في الدوري طبعا برجلت كل المديرين الفنيين الموجودين في مصر وخصوصا الدوري الممتاز، بتبقى انت عامل برنامج ماشي عليه وبعد كده الدوري ممكن يقول لك يوم 15 يوم 20 بعد يوم 20، فبس احنا كنا طالبين ميعاد محدد بس عشان المدربين يمشوا على برنامج وجدول ان هم يستفيدوا منه في خلال الفتره الموجوده فنيا وبدنيا وكده، يعني عشان العمليه تبقى صعب عليهم. انما طبعا الحمد لله الفتره اللي فاتت الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا عملت مباراتين مع الاولمبي 6-3-1 ومال بحيره 2-2، النهارده طبعا راجعين تاني للماتشات الوديه امام نادي المقاولين، طبعا بيتي اللي انا اتربيت فيه، طبعا انا مبسوط جدا ان انا موجود النهارده مع كابتن حسن شحاته وجهازه ولعبته. مباراه الوديه مهمه جدا، في احنا ما كناش عارفين الدنيا هتبقى فيها ايه، بس طبعا بعد القرار اللي طلع ده اللعيبه بدات يعني ما كانش فيه يعني كان لسه الدنيا مش باينه خالص، بس لما القرار رجع ايوه دلوقتي يعني بدانا بقى نخش في اجواء الدوري وكده تاني، والمباريات بدات بالتدريج كده نلعب مباريات قويه. النهارده بنبدا مع فريق الرجاء، لعبنا اول امبارح مع المنصوره كان ماتش قوي، والنهارده برضو فريق الرجاء فرقه محترمه جدا، وان شاء الله استمرار يعني في المباريات الوديه باهتمام كده عشان ان شاء الله نخش على الدوري فايقين باذن الله. اكيد طبعا ما فيش شك انك بترجع الحياه تاني للانديه والملاعب والاعلام، كل المجالات النهارده بتتحرك يعني، وكان مطلوب هذا الطلب، ولكن انا برضو من فرصه من هنا عايز اقول يعني احنا عملنا ايه عشان نجهز تاني، احنا عمالين ضغطنا وانا واجه الكلام ده كله لكل المهتمين بالكره في مصر سواء اعلام سواء رؤساء انديه سواء انا، احنا عملنا ايه؟ ضغطنا قبل كده عشان نرجع الجمهور وبصينا من اتجاه واحد ورجعنا الجمهور وحصلت مشاكل، طب النهارده الدوري راجع من غير جمهور، كويس، ايه اللي احنا بنعمله؟ ايه اللي احنا بنخطط بقى؟ ازاي نستوعب بعد كده الجماهير دي وازاي نشوف الرؤيه ازاي؟ لازم يبقى في خطه عند كل الانديه. اي حاجه يعني بتكون ماشيه وبتقف دي بتضر ناس كتير برضو، اكيد انا حابب الدنيا ترجع زي قبل واحسن من الاول، ولكن ازاي دي مهمه، مش بنقول نرجع وخلاص، مش عايزين ضرر لاي حد، مش عايزين حد يكون متضرر من اي حاجه، الدنيا لازم ترجع طبعا، بس ليها اكيد شكلها والنظام اللي هيمشي عليه الدوري والماتشات دي مش بتاعتي، اكيد بتاعت الناس المسؤوله عن كده، واتمنى يعني ان شاء الله كل حاجه ترجع زي ما هي ان شاء الله. والله الحمد لله يعني كل اللي في مجال كره القدم في مصر طبعا اكيد مبسوط بالقرار اللي اتخذ دوت يعني بعوده الدوري ومعنى الاستقرار، فيا رب ان شاء الله تكمل على خير باذن الله. احنا ماشيين بشكل كويس من ساعه ما جه الكابتن حسن، طبعا ضم لعيبه على مستوى عالي الحمد لله، يعني زي ما انت بتقول التجانس واضح علينا في النتائج، ان شاء الله نقدر نكمل باذن الله النتائج كويسه ان شاء الله لما تبتدي الدوري مع الماتشات. احنا ابتدينا ماتشات قدام الاسبوع اللي فات، يعني الاسبوع ده ماتشين والاسبوع الجاي ماتشين، ربنا يسهل ان شاء الله عشان نعرف نرجع الدوري واحنا لياقه بدنيه كامله.
أكيد إحنا الحمد لله طبعا على رجوع الدوري تاني، لكن لازم دي خطوة مهمة إن الدوري يرجع تاني، عشان الكرة حاجة مهمة مش لينا بس، لمصر كلها. فدي حاجة كويسة وخطوة كويسة إن هم فكروا إن الدوري يرجع، وبنتمنى الفترة الجاية إن الدوري يبقى ماشي بخطوة ثابتة وما يحصلش مشكلة وما يحصلش أي حاجة تاني زي الفترة اللي فاتت، والدوري السنة دي يكمل يعدي على خير بإذن الله. أكيد يعني قرار زي قرار عودة الدوري ده يعني انبسط ناس كتير بعد ما مجلس الوزراء أخده يعني. فالفترة اللي فاتت احنا بنتمرن بشكل كويس ومستنيين القرار ده في أي وقت، وأول ما جه القرار كابتن حسن شحاتة عمل ماتشات ودية على طول، كان عندنا من يومين المنصورة والنهارده الرجاء، وإن شاء الله الفترة اللي جاية دي كل لعيبة بتتمرن كويس لحد ما نستنى بقى نشوف الدوري يرجع امتى بالظبط، ونكمل على نفس المستوى اللي احنا ماشيين بيه ان شاء الله، نوصل مربع ذهبي ان شاء الله الفتره اللي جايه ونلعب بطوله افريقيا ان شاء الله.